السلام عليكم جميعا، لايف جديد على يلا كورة. والنهاردة معنا موضوعين مهمين طبعا، اكيد اهم موضوع موجود على الساحة الرياضية اكيد في ال 48 ساعة الاخيرة، خبر اللي قاله رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ان فرجاني ساسي يعني اصيب بمرض كورونا بالليل، و احتمال كبير مش هيلعب مباراة الرجاء. بعديها فرجاني طلع توضيح على الحساب الشخصي له على تويتر وقال انا الحمد لله سليم، بس انا تقريبا خلطت حالة كان عندها كورونا، فانا اخترت بنفسي وبحرية ارادتي ان انا اعزل نفسي لمدة 5 ايام. وده الامر اللي اكده الاتحاد التونسي لكرة القدم النهاردة، انه قال ان فرجاني فعلا هو مش مصاب، ولكن هو خالط حالة من كورونا، هو اختار بمحض ارادته ان هو يعزل نفسه لمدة 5 ايام تحسبا لاي شيء. وان شاء الله باذن الله واحد احد فرجاني يبقى كويس ومفيش اي مشكلة. وطبعا نسيت طبعا في الاول اقول لو في اي حد عنده تعقيب على الصوت او حاجة في الصورة ياريت برضو يقول لنا واحنا في بداية اللايف عشان نلحق نتدرج. لو الدنيا تمام ياريت برضو الشباب والاصدقاء اللي معانا يقولوا لنا او يدونا تأكيد في الكومنتس ان الدنيا تمام. ففرجاني اختار طواعية هو يعزل نفسه بنفسه، وده طبعا اكيد لان صحة اللاعب اهم شيء، واي واحد مكانه اكيد كان هيختار القرار ده، بس كان ممكن اكيد طبعا في تنسيق ما بينه وبين نادي الزمالك في مسألة المساحات. وان شاء الله باذن الله اذا يعني واضح جدا من الظروف الحالية اللي فرجاني بيمر بيها ان هو مش متواجد في مباراة يوم الحد الجاي في ماتش الذهاب قدام الرجاء، وباذن الله يقدر خلال الفترة الخمس ايام دول، مع طبعا في اعتقد حوالي اسبوع او 8 ايام ما بين ماتش الذهاب وماتش الاياب باذن الله في القاهرة، يبقى متواجد في ماتش الاياب واللي اكيد هيبقى حاسم بشكل اكبر من مباراة الذهاب. طيب فرجاني اكيد بدون شك غيابه عن وسط ملعب نادي الزمالك هيأثر بشكل كبير، لان مفيش لعيب في نادي الزمالك في يقدر يقدم الدور اللي بيقدمه فرجاني ساسي في مركز 8. فرجاني ساسي قدم يعني مع نادي الزمالك خلال الموسمين الاخرين واحدة من افضل مواسم مركز 8 في تاريخ نادي الزمالك. فرجاني لعيب فعلا لا يعوض بسهولة، وحتى ممكن انك تشوف ان فرجاني في بعض المباريات بيتمشى ما بيعملش دور دفاعي كتير، لكن هوب تلاقي فرجاني بكل امكانياته الكبيرة والهيلة خلصت لك المباراة في ثرو باس واحد او ثرو لوب واحد عمله في يعني في ثانية ابداع فجأة، حتى لو انت قاعد طول المباراة بتشوف ان فرجاني بعيد عن مستوى. ودي ميزة فرجاني، دي الميزة اللي بتخلي المدير الفني ما يقدرش يطلعه من الملعب، ما ينفعش يطلعك من الملعب. ليه؟ ان انت عندك القدرة انك تديني الدقيقة دي. فهنا السؤال اللي احنا بنحاول النهاردة ان شاء الله مع بعض نجاوبه، نادي الزمالك في ماتش الذهاب قدام نادي الرجاء المنتشي بالفوز بالدوري المغربي طبعا بعد الدراما اللي شفناها امبارح، ايه البديل؟ ايه التاكتيك النهارده اللي ممكن الجهاز الفني طبعا وميتشو يفكروا فيه؟ هنعمل ايه طبعا في غياب فرجاني؟ كل دي اكيد اسئله مهمه محتاجين ان احنا نجاوب عليها ونشوفها، لان طبعا وانت رايح بتلعب وفرجاني معاك اكيد بتبقى مطمن اكتر وانت بتلعب من غيره، وجود فرجاني في وسط ملعب نادي الزمالك شيء مهم. طيب نادي الزمالك في الفترة الأخيرة شفنا كان في كذا حلول للجهاز الفني، وشفنا طبعا ازاي ان نادي الزمالك حاول في بعض المباريات يلعب من غير فرجاني، سواء كان الداعي الإصابة او داعي الإيقاف. فأشوف ان فرجاني ربما يكون البديل الأمثل له من وجهة نظري الشخصية، واللي يقدر يديك يعني
جزء كويس من الورك ريت اللي ممكن فرجاني ما بيديهوش، لان انت اكيد بكل تاكيد محدش هيديك نفس المهاره بتاعت فرجاني. ده صعب، ده يقترب حتى من المستحيل، مستحيل ان حد بديل يديك نفس المهاره بتاعت فرجاني. ولكن احنا ممكن نعوض المهاره دي بان احنا نزود الورك ريت. بمعنى ايه؟ احنا بنتكلم نص ملعب، اكيد طارق حامد ان شاء الله محافظ على مركزه كهاف ديفندر، فانت بتتكلم النهارده محتاج لعيب معاه يكون عنده مهاره الباسنج ومهاره الرؤيه. في وجهه نظري زيزو هو الاقرب انه يلعب في المركز ده جنب طارق حامد. وامانا زيزو بالنسبه لي عندي معاه مشكله في حاجه واحده، لما بيلعب كخط وسط. ايه مشكلتي معاه؟ مشكلتي معاه في الفيجن، في الرؤيه، ما عندوش الرؤيه الكويسه. في كذا كوره لما هو لعب في المركز ده فعلا وتجرب فيه ولعب في قلب الملعب، شفناها قدام حتى ماتش القمه قدام النادي الاهلي، كان في فرصه لنادي الزمالك في الشوط الاول كان ثلاث لعيبه رايحين على اثنين مدافعين من النادي الاهلي، وزيزو كان لازم يختار التمرير في وقت مناسب عشان يكسر التسلل، زميله ما يقعش في التسلل، وفي نفس الوقت يضمن ان الكوره هتروح للاعب اللي رايح منفرد بالمرمى. زيزو ما عملش دي، زيزو اتاخر قوي قوي قوي. وطبعا هو كلاعب دريبلر ولاعب سريع فكر التفكير الاولاني ان انا اخد الكوره واختارك بنفسي، فلما لقى ان الحل ده صعب ان هو يعمله او مش متاح ان هو ينجح فيه قدام دفاع النادي الاهلي، عمل ايه بقى؟ اختار اللاعب اللي كان على يمينه، انا بصراحه بس مش فاكر اسمه، واختار الحل البعيد عن الرؤيه الجيده. اللاعب كان على الشمال كان عطاء، كان بن شرقي، كان لو زيزو اداله الكوره كان هيوديه انفراد تام بمحمد الشناوي. هو ما اختارش ده لان خلي بالك مع اللاعب اللي عنده فيجن عالي او بلاي ميكر، دي مهاره يعني لا تعلم، الامانه لا تعلم. البلاي ميكر دي تبقى حاجه فيك، ودايما المدير الفني لما بيشوفها فيك بيختارك وبيحطك في المركز ده على طول، بس ايه يحسنها، ان ما ينفعش يزرعها فيك. يعني ايه؟ ما ينفعش اجيب لعيب هاف ديفندر، ما ينفعش النهارده اجيب طارق حامد او اجيب مثلا في النادي الاهلي اجيب اليو ديانج، ربما عندهم الحته دي افضل شويه من طارق حامد، بس ما ينفعش النهارده اجيب لعيب هاف ديفندر بحت واقول له تعالى انت من النهارده تلعب معايا بلاي ميكر وعايز اعلي عندك الفيجن. يعني بصراحه اليو ديانج الفيجن عنده حلو، حتى شفناها امبارح في مباراة النادي الاهلي قدام بيراميدز في الشوط الاول لما عمل الثرو باس لحسين الشحات، هو لعيب عنده فيجن. انا اقصد ان انت هتجيب لعيب رقم 6 وتقول له يلا بينا احنا النهارده هنعلمك ازاي بقى عندك رؤيه وتلعب بقى في التلت الامامي ده، ويلا ادينا ثرو باسز وكمان تدينا ثرو لوبس. لا دي مش سهله، صعب جدا انك تعملها. وبالتالي فرجاني كده وكده انت خسرته. طيب اوباما لعب في المركز ده مع نادي الزمالك ولعب وعمله كتير جدا ان هو يلعب مركز 8، بس هنا في خطوره بقى كبيره جدا لو انت اخترت اوباما على زيزو. ايه الخطوره؟ ان اوباما دفاعيا قليل قوي، اوباما دفاعيا جسمانيا كمان ضعيف جدا. فبنتكلم انك تروح لاعب نادي الرجاء بطل الدوري المغربي، وبنتكلم على خط وسط قوي جدا، وبنتكلم على هجوم، شفنا الهجوم امبارح في مباراه الجيش الملكي، الفريق هو محتاج يكسب طالع بيهاجم بتسع لعيبه، فالضغط الكبير ده اشك ان اوباما لو لعب خط وسط ممكن يستحمل الضغط ده. طبعا طارق حامد هيشيله، لكن في وجهه نظري ربما يكون زيزو هو الخيار الامثل لتعويض فرجاني في الحته دي، وممكن طبعا بدل زيزو تحط طبعا كابونكا سونجو في على الطرف، قدم مستويات مهمه جدا ومستويات رائعه في الفتره الاخيره ودفاعيا وبيرجع، وده شيء مهم جدا. بس برضو في نقطه ثانيه، السؤال هنا نادي الزمالك هيلعب ب 4-2-3-1 ولا هتبدلها وتلعب ب 4-3-2-1؟ انك ممكن تفكر ان انا النهارده والله ممكن انزل بطارق حامد وانزل بمحمد حسن وانزل بزيزو واقفل نص الملعب تماما في ماتش الذهاب. ده برضو احد الافكار المطروحه قدام الجهاز الفني واللي ممكن يفكروا فيها، وتبقى فكره جديده عشان تقدر تعوض بيها حاجتين، تعوض بيها طبعا غياب فرجاني الساسي، وكمان تعوض بيها النقص اللي عليك نص الملعب، انك برضو بتلعب قدام فريق كبير فمش هينفع تلعب فاتح قوي زي ما بتلعب في الدوري المصري. لا، ربما يحصل تعديل خططي عشان تحل المشكلتين مع بعض، ان انا النهارده فرجاني غايب عندي وفي نفس الوقت انا اصلا عندي مشكله في نص الملعب. فانا برضو من وجهه نظري ربما يكون ده حل كويس، بس التشابه في الحلين ان انا شايف ان زيزو هو اللي يبقى لاعب خط الوسط عن اوباما، ان اوباما كان في كثير من الاحوال هو اللي بيلعب دور 8 لو فرجاني غايب سواء للاصابه او للايقاف. وطبعا محمد حسن شفناه بيلعب في برضه في بعض المباريات جنب طارق حامد، بس
ما اشوفش ان محمد حسن وطارق حامد بس يبقوا بس في نص الملعب، لا تبقى مشكله. لا يا ريت زيزو ينزل في قلب الملعب في وسط. طبعا الايام دي هو بيقدم واحده من افضل فتراته مع نادي الزمالك، ومعنوياته مرتفعه جدا جدا طبعا بعد الهدف اللي جابه في ماتش سموحه في الكاس واهل بيه نادي الزمالك لدور الثمانيه. دي كانت وجهه نظري في تعويض نادي الزمالك لفرجاني. وخليني اخد بعض من تعليقات حضراتكم على الموضوع ده قبل ما نروح طبعا للتوبيك الثاني، وهو التاثير النفسي للدراما اللي شفناها في الدوري المغربي امبارح ما بين الوداد والرجاء على ماتشهم ان شاء الله الجاي بدايه الاسبوع الجاي يوم السبت، الوداد والنادي الاهلي ان شاء الله، ويوم الاحد باذن الله ماتش الرجاء ونادي الزمالك. يوسف شريف بيقول لي فرجاني ان شاء الله هيلحق ماتش الرجاء، هو قاعد في العزل 5 ايام، ده بقاله 3 ايام، فاضل يومين بس، هو مخالط لحاله كورونا لكن مش مصاب بكورونا. بالظبط يا يوسف، انا قلت ده بس لما انت النهارده تغيب 5 ايام في الفتره الحاليه لازم تحسب ان انت 5 ايام دول انت اوت من التدريبات، انت بتدربش، انت بعيد تماما عن الكوره. فده معناه ايه؟ معناه ان مستحيل بعد 5 ايام اجيبك كمدير فني اروح حطك في التمرين الاساسي ليه المباراة ونزلك. دي مخاطرة صعب جدا صعب جدا صعب جدا جدا ان الجهاز الفني نادي الزمالك يعملها، مستحيلة جدا بصراحة. ما اعتقدش يعني ما اعتقدش حد يجرؤ ان هو يعمل مغامرة زي دي. لعيب جاي بقى 5 ايام ما بيلعبش كورة وكمان معزول في تونس، فيلحق او يطلع من تونس للمغرب؟ لا لا لا، انا اشك ان ممكن الجهاز الفني يعمل حاجة زي كده، لا اشك تماما. لكن ان شاء الله باذن الله ممكن فرجاني يلحق ان شاء الله ماتش الاياب في مصر. في حد بيقول لي طارق حامد موقوف من السيمي فاينل. لا المعلومه دي مش عندي، انا اشك طارق حامد موقوف، بس يا ريت لو حد عنده تاكيد عن المعلومه دي يا ريت يكتبها لي في الكومنت. عبد الله محمد بيقول يا ريت عايزين نعمل تعمل لايف يا كريم ترد فيه على اسئله الجمهور في حوالين افريقيا او اسئله الجمهور بشكل عام. اوكي ممكن طبعا في بعض الاحيان، يعني انت عارف ان احنا الموسم اختلف عندنا شويه، فلو الدنيا فاضيه يعني لو الدنيا فيها مساحه ان احنا نتناقش مع بعض طبعا ممكن نعمل مره لايف للاسئله بعيدا عن اي توبيكات اكون انا بتكلم فيها. محمد فتحي بيقول لي ازاي يلعب بزيزو في نص الملعب جنب طارق حامد، عاوز تهاجم الرجاء هناك. وخلي بالك هو الفكره ان انت مش حته هجوم، اما انت في كل الاحوال نادي الزمالك لازم يبقى حاطط في ذهنه ان انا محتاج اجيب هدف على الاقل في المغرب طبعا لازم. ليه؟ عشان اقلل الضغط من عليا في ماتش القاهره ده. النهارده طالما بتلعب ماتش مواجهه من ماتشين رايح جاي لازم يبقى هدفك الاساسي ان انا اجيب اهداف بره ارضي. ليه؟ ده بيحط ضغط على المنافس بتاعي. زيزو جنب طارق حامد فكرتها مش هجوميه اكتر ما هي فكرتها انك بتعلي الورك ريت بتاع نص الملعب. يعني زيزو بتتكلم على واحد من اكتر اللعيبه في نادي الزمالك جري. زيزو عامل سبرنت قدام سموحه في الدقيقه 120 بصراحه بعد الهدف، يعني الهدف جه في الدقيقه 116، رقص 3 لعيبه من وسط ملعب نادي سموحه وداخل جاري وشايط برجله الشمال، حاجه بصراحه كانت ممتازه. استخدم رجليه الاثنين، يعني بيدربل برجله اليمين وبيرقص وهوب سند الكوره رجله الشمال وراح شايط هدف، يعني امتياز. بعديها ب4 دقائق بتتكلم على لعيب بيلعب 120 دقيقه، في الدقيقه 120 زيزو فاتح سبرنت من نص ملعب نادي الزمالك لغايه مرمى نادي سموحه انفراد، وكان عنده لسه اللياقه الذهنيه اللي تخليه بدل ما يشوط ويطمع في الجون الثاني له والثالث لفريقه راح لاعب الكره عرضيه. ده برضو دي لياقه ذهنيه. فانا بشوف ان زيزو
هو اللي ممكن يعوض فرجاني من الناحيه البدنيه ويزودها كمان. اه طبعا هنخسر الحته بتاعه الفيجن اللي مش عند زيزو، صعب جدا انك تقارن الرؤيه عند زيزو بالرؤيه عند فرجاني، ده طبعا امر يعني خارج المقارنه تماما، ولكن في وجهه نظري الشخصيه زيزو افضل بكتير من اوباما انه يلعب الحته دي. وطبعا اتفق مع الاصدقاء اللي كاتبين لي ممكن برضو يبقى الثلاثي طارق حامد ومحمد حسن وزيزو، اه يبقى هنا الشكل طبعا في نص ملعب بتامن كويس وبتلعب بشكل جيد. كذا حد بيقولوا لي ان طارق حامد موقوف بسبب ثلاث انذارات. انا بصراحه يعني احنا عارفين دوري الابطال يعني واقف من فتره طويله، بس طبعا دي يعني هتبقى ازمه كبيره وخلوني برضو طبعا هراجعها. بس حتى ان شاء الله باذن الله في لايف يوم الخميس احنا هنتكلم على التشكيل المتوقع للاهلي والزمالك لماتشين السبت والحد باذن الله، ونتكلم فيهم برضو على موضوع لو طارق حامد فعلا موقوف في ماتش الذهاب قدام الرجاء. طيب تعالوا بقى نتكلم على الجزء النفسي عند الوداد والرجاء بعد الدراما اللي شفناها امبارح. طبعا ما اعرفش كم حد فيكم تابع امبارح يعني الثلاث ماتشات، كان في ثلاث فرق بينافسوا على لقب الدوري، بنتكلم الرجاء كان المتصدر والوداد كان الوصيف ونهضة بركان كان صاحب المركز الثالث، والثلاثه فرق ما بينهم نقطتين. فبتتكلم ان انت يعني اي فريق منهم ممكن يكسب الدوري، وفعلا ان الرجاء في الشوط الاول كان متاخر، كان بيلعب الجيش الملكي صاحب المركز الخامس، والوداد كان بيلعب اعتقد اولمبيك اسفي بيلعب خارج ارضه، ونهضة بركان بصراحه مش فاكر كان بيلعب مين، بس النتائج في الشوط الاول كان بتسير في اتجاه الوداد، لان هم عاملين موضوع لو الثلاث فرق اتساووا في النقاط يتم الرجوع لفارق الاهداف. هو نظام غريب شويه احنا مش متعودين عليه، لكن ده النظام في الدوري المغربي. وفعلا بعد نتائج الشوط الاول كان الوداد هو المتوج بالدوري، فضلوا يلعبوا في الدور في الشوط الثاني، نهضة البركان بقى هو المؤهل يكسب الدوري قبل الدقيقه 85. راح الوداد في الدقيقه 88 جاب هدف، كان هو متعادل 1-1 جاب هدف وبقى 2-1، بقى الوداد هو اللي هيكسب الدوري. في الدقيقه 89 الرجاء جاب في الجيش الملكي الهدف الثاني وبقى هو المتصدر لغايه لما الثلاث ماتشات خلصوا وفعلا الرجاء كسب الدوري. طيب مالناش دعوه بنهضة البركان، بنتكلم على الرجاء والوداد. الرجاء والوداد الاثنين بتتكلم على فريق يعني قمه الفرحه وقمه السعاده واعجاز انه يكسب الدوري في الدقائق الاخيره، فبتتكلم فرحه مهوله. السؤال هنا نفسيا، هل الفرحه دي تستمر معاك لغايه الاسبوع الجاي؟ عامل سلاح ذو حدين. ليه بقى؟ انك بتتكلم على لعيبه الكوره لما بيحققوا تارجت، بيحققوا بطوله دايما بيسعوا ليها، ودايما بطوله الدوري المحلي دي تبقى طبعا هدف كبير قوي عند اي فريق، لان طبعا اي جمهور اي فريق كبير لازم ياخد دوري، اي فريق كبير طبعا لازم يبقى بطل في دولته قبل ما ينافس في المنافسات القاريه. فهنا لعيبه نادي الرجاء وصلوا لقمه النشوه، فرحه عارمه شفناها امبارح، وطبعا بتتكلم ايه الفرحه دي حصلت في الدقايق الاخيره، فربما في وجهه نظري ساعات بتخون والفريق يعني ايه بيقل جدا الحماس بتاعه، ودي بتبقى ميزه بقى لما يتحول للعب من بطوله محليه لبطوله قاريه. يعني ممكن النهارده بعض الناس بتقول نادي الرجاء كسبان ومنتشي ولا اخره، لا خلي بالك ممكن تتعكس عليه قدام الزمالك. ليه؟ انك حققت التارجت. وهدي مثال بسيط، السنه اللي فاتت لو تفتكروا نادي الزمالك في السيمي فاينال كان بيلعب النجم الساحلي التونسي، نجم الساحلي التونسي كان ساعتها بيلعب على بطولتين في نفس الوقت، كان بيلعب على بطوله الانديه العربيه لما وصل للفاينال، وساعتها كان طبعا النسخه الجديده وحاطين مبالغ ماليه كبيره جدا 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 للفريق اللي هيكسب، وكان عنده الفاينال اعتقد كان قدام الهلال السوداني قبل ماتش الذهاب بتاع السيمي فاينال كونفدراليه نادي الزمالك هنا في برج العرب. نجم الساحلي جه نادي الزمالك وهو منتشي
بالفوز بالبطولة العربية، وطبعا كان منهك بدنيا تماما، وقدر نادي الزمالك لو تفتكروا ساعتها في ماتش الذهاب لما كان كهربا لاعب في نادي الزمالك حسم مباراة الذهاب ب 1-0، كانت نتيجة مهمة جدا جدا نادي الزمالك قبل ما يروح يلعب العودة في سوسة. ولما نادي الزمالك لعب العودة في سوسة كان برضو ما زال النجم الساحلي مش في قمة مستواه زي ما بدأ الموسم، وقدر نادي الزمالك انه يخرج بالتعادل السلبي اللي أهله طبعا ساعتها للفاينل لما راح يلاعب نهر البركان. طيب هنا النجم الساحلي كسب دوري البطوله العربيه للانديه، لكن تضرر معنويا ان هو كان طبعا بدنيا تعبان، وفي نفس الوقت اللعيبه حققت تارجت، يعني اللعيبه بخلي بالها برده مش اي مدير فني بيقدر يحافظ على تركيز اللعيبه انك تقدر تشفت من بطوله لبطوله، ده امر مش سهل جدا خالص. فنادي الرجاء ربما في وجهه نظر شخصيه فوزه المثير بالدوري المغربي وبالسيناريو ده امبارح يبقى في صالح نادي الزمالك، لان اللعيبه هتخش ممكن تخش منتشيه جدا جدا، خلاص حققنا تارجت، فالتركيز صعب جدا يبقى بنفس الدرجه وانا رايح العب مباراه تانية في بطوله تانية مع نادي تاني باسلوب لعب تاني والفتره الزمنيه ما بينهم اقل من اسبوع، ده امر مش سهل ومش ياسر على اللعيبه. نفس الامر بالنسبه لنادي الوداد، الوداد هيلعب الاهلي، الناس بتقول ممكن بعض الناس بيقولوا لي يعني الوداد خسران وطبعا احباط شديد جدا للفريق في الدقيقه 89 كان قاب قوسين او ادنى انه يحط ايده على التايتل، وبالتالي هيخش بقى ماتش الاهلي اللعيبه مزعلانه واللعيبه حزنه. لا ده ممكن تيجي بشكل عكسي، تيجي بشكل عكسي ازاي؟ اللعيبه لما بتحس ان هي يعني خسرت بطوله قويه بتحاول ان هي مش تنتقم، بس بتحاول ان هي تفرغ شحناتها بقى السلبيه في ماتش جاي، فهنا لازم النادي الاهلي يبص لها بنظره مختلفه، لا لازم انا برده اكون مستعد بشكل كبير ما اخدش خساره الوداد. يعني شفت امبارح تعليقات كتيره قوي للاهلاويه على تويتر ان الوداد خسر دي نقطه كويسه هيقولنا هم محبطين، لا خالص مش شرط، مش شرط، في فرق بتبقى طالعه من بطوله خلاص ما حققتش لسه التارجت فعندها فرصه تانية تصالح جماهيرها ببطوله تانية، فدي نقطه خطره لازم يبقى كل الاحتمالات رايحين في كامل تركيزنا. ليه؟ عشان انت ما تضمنش رد الفعل. المهم جدا جدا للنادي الاهلي ونادي الزمالك في ماتشين المغرب زي ما قلت وانا بتكلم على فنجان ساسي انك تروح تحرز هدف، حتى لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله لو اتغلبت، اتغلب 2-1 ما تتغلبش 1-0، لازم احط هدف خارج الارض. ليه؟ الهدف خارج الارض ده بيفيدني جدا جدا في ماتش الاياب اللي اكيد هيبقى التاكتكس فيه مفتوحه اكتر بمليون في الميه، ماتش الاياب عند المدير الفني عنده مساحه انه يفتح التاكتيك. ليه؟ دي ده الماتش اخر 90 دقيقه حاسمه، ان ماتش الذهاب لسه هنقفل كل واحد لسه هيحاول يضغط التاني والحسابات هتبقى موجوده، ماتش الاياب لا الحساب بتقل، طبعا ممكن تزيد عند الفريق اللي عنده افضليه في ماتش الذهاب، بس بكل تاكيد كل ما الوقت بيعدي المخاطره بتزيد سواء من الفريق لا اكيد من الفريق المتاخر في النتيجه او حتى لو فريقين متعادلين وحد عايز يخطف، فدي نقطه مهمه لازم نخلي بالنا منها. مش شرط ان الرجاء كسب الدوري المغربي بالشكل ده فهيروح نادي الزمالك وهو فايق او نادي الوداد العكس، لا لازم التعامل مع الفرقتين يبقى في قمه تركيزك وما تحطش للشكل الدرامي اللي احنا شفناه امبارح في الدوري المغربي اي تمن او اي تقدير ازيد من حجمه عشان انت ما تنخدعش لما تروح تلعبهم في ارضهم. محمد عبد الهادي بيقول لي الاهل والزمالك محتاجين تامين الدفاع وامتلاك منطقه المناورات. شوف يا محمد طبعا فكره انك تروح تلعب في المغرب وتاخد الاستحواذ ممكن طبعا، بس خلينا نتكلم بصراحه احنا بنتكلم ان اللعيبه في الوقت الحالي في ظروف صعبه جدا، ما زلنا الفرق كلها بتدفع ثمن كورونا، احنا وهم مش احنا بس، كورونا على الجميع. ونادي الوداد كنا طبعا شايفين لفترات طويله كان بيعاني من اصابات، عنده اصابات بكورونا في صفوف اللاعبين، وحتى دلوقتي برضه دوله المغرب واضح جدا الارقام عندها بتزيد شويه، عشان كده حتى هم خدوا قرار بتقليل الحضور الجماهيري في المباراه، فهو امر خطر جدا. ولكن في كل الاحوال فكره انك تروح تلعب على الاستحواذ حلوه بس مجهده، انك هتلعب مع لعيبه مختلفه خالص عن انك تلعب معاهم بقالك فتره في الدوري المصري. اوعى تظن ان احنا المنافسه عندنا عاليه، لا خالص، احنا المنافسه عندنا
يعني منحدره جدا. لما تروح تلعب الوداد والرجاء هم مستويات تانية وكواليتي لعيبه مختلف تماما. فاشوف لا انا انصح الاهلي والزمالك ان انت تلعب بتوازن. يعني معنى الاهلي والزمالك طوال الموسم ده بيلعبوا باتنين في خط الوسط معظم الوقت، لعيب هاف ديفندر ولعيب بوكس تو بوكس قدامهم بلاي ميكر. انا في وجهه نظري انت محتاج انك تتخلى عن البلاي ميكر وتلعب بيه 3 في نص الملعب، تلعب باتنين 6 وتلعب واحد 8، تتخلى عن مركز 10. يعني مثلا بالنسبه للنادي الاهلي اشوف قفشه ملوش دور في ماتش يوم السبت ده في وجهه نظري. ممكن يعني الاقرب ليا انا انك تلعب باليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السوليه قدامهم، بس تامن طبعا الاثنين المساكين لان الاهلي عنده مشكله في المساكين بسبب الاصابات. لو ايمن اشرف تمام وياسر ابراهيم تمام خلاص وجهه نظر شخصيه، تنزل باليو ديانج وحمدي فتحي وقدامهم عمرو السوليه وهو اللي يلعب الدورين بتاع 8 و10، وتبدا تحاول على قد ما تقدر انك تامن وسط الملعب بتاعك. وممكن في الشوط الثاني تدي لمجدي قفشه بعض الوقت اذا حبيت انك تغامر او تخاطر او تستغل الاجهاد البدني اللي عند الوداد في الشوط الثاني على حسب ظروف المباراه والسيناريو ماشي ازاي. انما نروح من البدايه نلعب على الاستحواذ ونلعب هاي ليفل جيم لا انا ما انصحش. ده من الاول برضو يبقى فيها مغامره، ما تضمنش ايه اللي يحصل. ممكن لو تفتكروا ماتش الاهلي والنجم الساحلي في بدايه دور المجموعات، الاهلي نزل مع فايلر فاتح الملعب بيلعب بطريقته ونزل يكسب وكل شيء، حصل طبعا الطرد بتاع ايمن اشرف وسيناريو المباراه تحول لغايه النهايه. عبد الله محمد بيقول لي طب يا كريم في ظل المجهود البدني في سواء في الوداد او الرجاء ده ما يقللش مستواهم ويرجع كفه الاهلي والزمالك، وما تاثير قدره الوداد والرجاء في الكرات الثابته على الاهلي والزمالك؟ طيب سؤالين حلوين. زي ما حد بيتعب هما بيتعبوا، بس اللي انا عايز اقوله ان كواليتي اللعيبه اللي في الرجاء والوداد يخليهم نفسيا ومعنويا يقدروا يعملوا ريكفري كويس، وانت بتتكلم على اكبر ناديين في المغرب. فالظرف اللي هما موجودين فيه بان انا بشفت او بتحول من اللعب في بطوله محليه ان انا العب في بطوله قاريه يخليني عندي القدره ان انا استرجع مجهودي وذهني بسرعه. انا النهارده لو كنت بعمل ده في 4 أو 5 أيام في المحلي لا ممكن اعملهم في 2 أو 3 أيام. ليش؟ انا هلاعب الاهلي والزمالك وماتشين مش بس مصر والمغرب وافريقيا هيتابعوهم، لا انت بتتكلم كل وسائل الاعلام الرياضيه الكبيره في العالم كله هيتابعوا سيمي فاينل دوري الابطال، كل ده طبعا هيبقى متشاف. فبالتالي اشوف هم تعبانين وعندهم مشاكل، والوداد طبعا على وجه الخصوص عندهم مشاكل كتيره خصوصا في كم اللاعبين اللي عندهم كورونا، بس اشوف ان هم عندهم القدره ان هم يرجعوا. طيب الشق الثاني من سؤالك موضوع الكرات الثابته، طبعا ازمه كبيره وخصوصا كمان في وجهه نظري النادي الاهلي اكتر من الزمالك. نادي الزمالك الى حد ما الاثنين مساكين عنده ثابتين بقى لهم فتره، بنتكلم على الونش ومحمود علاء، والونش بيقدم مستويات رائعه رائعه الونش بصراحه. يعني ممكن نستنى عليه شهر كده وبعديها اقول لك بكل امانه المدافع رقم واحد في مصر، المساك رقم واحد في مصر. بيتابع الونش في الماتشات الاخيره بصراحه بيقدم مستويات ممتازه جدا. فدفاع نادي الزمالك اشوفه ان هو بتكلم عن مساكين، ما بتكلمش على الدفاع بشكل كامل للفرقه، لان الدفاع بشكل كامل للفرقه بيبدا من عند المهاجم مش بس اثنين مساكين، لكن انا بتكلم عن الاثنين مساكين. الاثنين مساكين في الزمالك الى حد ما ماسكين نفسهم شويه عن النادي الاهلي، الاهلي عنده كميه اصابات فظيعه وكان اخيرا طبعا رامي ربيعه وتاكد غيابه عن الماتشين الذهاب والاياب قدام الوداد، فبالتالي دي خساره كبيره للنادي الاهلي. فالنادي الاهلي لازم يخلي باله من الكرات الثابته النادي الوداد دي هتعمل ازمه كبيره جدا. وامبارح ياسر ابراهيم الكوره بتاعه دودو الجباس كان فيها ازمه، الكوره اتلعبت في نهايه المباراه ودودو الجباس سرقه من الرقابه كده في ثانيه وخد منه الهد، دي كانت ازمه ولازم ياسر ابراهيم طبعا ياخد باله ان الكرات دي هيتعرض ليها في ماتش الوداد هناك في المغرب كتير. محمد السيد بيقول لي ليه ما نلعبش 3-5-2 بسبب اصابات في الدفاع الاهلي؟ ده طبعا مستحيل مستحيل يا محمد انك تلعب 3-5-2، ده طبعا خلاص الطريقه دي ما بقتش تنفع حاليا النادي الاهلي. ليه؟ عشان انت ببساطه كده بتخسر الاثنين اللي قدام. 3-5-2 ما فيهاش فول باكس، هي فيها ثلاث مساكين
وفيها اتنين على الطرف بيعملوا تو رولز او بيعملوا دورين، بيعمل دور الجناح وبيعمل دور الفول باك، فانت هتقتله. والنادي الاهلي حاليا ما عندوش اللعيب اللي يقدر يعمل له الدور ده. وكمان لو انت حاولت او حبيت تطبقها بطريقه جوارديولا، ان نلعب الثلاثه اللي ورا اللي في النص بس هو اللي مساك، والاثنين اللي على الطرف اثنين فول باكس وانا موظفهم كمساكين وطيرهم، طبعا ده مستحيل لموسيميني يعمل الكلام ده في الوقت الحالي، وما يقدرش يغير الخطه وما يقدرش يعني يلعب لعبته بطريقه جديده يعني ما تضمنش النتيجه بتاعتها. فصعب جدا 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 ان موسيماني يجي دلوقتي ويلعب بطريقه 5 2، ده مستحيل. محمد ياسر بيقول الاهلي والزمالك يلعبوا على التعادل ولا يهاجموا شويه؟ لازم طبعا نهاجم شويه، انك لو فضلت تلعب زون ديفنس ومسايب الكوره للوداد والرجاء ان هم على طول بيهاجموا وانت عمال تطفش، اعرف ان 99% هيخش في الجون، انك سايب الكوره طول الوقت. لا، لازم طبعا يبقى في توازن. انا النهارده ممكن مثلا حمى البدايه دي اسيبها ليهم لغايه لما يفرغوا كل الشحنه اللي جواهم لمده 10 دقائق او ربع ساعه، وبعد كده ابدا ابادلهم الهجمه. لكن طبعا اكيد لو في اول 10 دقائق جات لي فرصه او سيناريو الماتش سمح لي ان انا هاجم، طبعا لازم استغل الفرصه، انا مش هجيلي تاني. بس طبيعي ان انا النهارده الاهلي نادي كبير ونادي الزمالك نادي كبير، لازم في المباراه بتاعه الذهاب، وخصوصا ان القرعه فادتني ان الماتشين دول بره ارضي، ان انا احاول استغلهم واحاول اهز شباك المنافس، ده بيساعدني في ماتش الاياب كتير. طيب هاخد اخر سؤالين. انا خدت طبعا بتاع الكرات العرضيه، وخدنا طبعا اتكلمنا على نقطه الدفاع وان انا انزل اهاجم ولا لا. ممدوح حافظ بيقول في اخبار نعود الكهرباء. بص يا ممدوح، اللي شفناه امبارح في التلفزيون الاصابه لكهرباء بعد 10 دقائق من بدايه مباراه نادي بيراميدز، والطريقه اللي خرج بيها كهرباء وحاطط يعني ايده على وشه والوضع كان صعب شويه، بيقول انه صعب. طيب قناه النادي الاهلي قالت الصبح النهارده ان كهرباء اكد انه هيلحق. طيب انا اللي اعرفه معلوماتي الشخصيه يعني من معرفتي باصابات الخلفيه، لو فيها شد الخلفيه لو فيها شد بتحتاج راح اسبوع. هل ممكن تحتاج بالعلاج الطبيعي بقى، لو علاج طبيعي حديث بقى وبالتلج وبنستخدم وسائل اكثر تقدما في الوقت الحالي، ممكن تخلي الاسبوع دول 3 ايام او 4 ايام عشان كهربا مش بس يلحق ان هو يسافر مع الفريق؟ لا، هو طبعا عشان يسافر يسافر مفيش مشكله، بس السؤال هنا انت هتلعب يوم السبت قدام الوداد، ده معناه ان مرانك الرئيسي يوم الجمعه، والتمرينه اللي قبل المباراه هناك هتبقى يوم الخميس، واكيد فهل ممكن كهربا يلحق تمرينه الاربع عشان يلعب تمرينه الخميس ويتمرن المران الرئيسي يوم الجمعه؟ بصراحه انا اشك. طيب في حل تاني، هل ممكن يتم اعداد كهربا عشان يبقى قاعد على الدكه ما يبداش كاساس، ان هو صعب، واذا الظروف ما احتاجتش نزول كهربا يبقى خلاص نريحه، يبقى هو كده مكمل الراحه بتاعته عشان احنا بنعده الماتش الاياب، طالما تاكد ان مفيش مزق، لان لو في اي نسبه مزق في الخلفيه 100% هيبقى كهربا بره تماما ماتش الذهاب، ويبقى في شكوك في ماتش الاياب لو في مزق، اي نسبه مزق. انما لو شد دي طبعا بترجع ليه الجهاز الطبي بس يحدد، وبعد كده ممكن في وجهه نظري ربما يكون اتقل كهربا، ممكن تلحق بس هتقعد على الدكه، واذا ما كانش في حاجه لمجهوداتك في المباراه تريح وما تلعبش طالما ان انت لسه مش فول ريكفرد، وهي طبعا كهربا يخش قائمه الماتش وهو مش في كامل لياقته البدنيه. طيب محمد جابر بيقول لي ايه رايك في وولتر بواليا بتاع الجونه؟ لعيب مهاجم يعني قناص ومهاجم قوي جدا، ومن المهاجمين الستايل انا بحبهم جدا، مهاجم الشرس اللي بيخش يعني يناكف في الدفاع وبيجري وبيطرف كتير، وحتى شفنا في انباء بعد طبعا اكيد بتتكلم عليه بعد ما شفنا مستواه قدام نادي الزمالك في مباراه جميله جدا وهو قدم فيها مباراه هائله وجاب هدفين، شفنا انباء كتيره جايه من نادي الترجي التونسي نادي كبير ان هو بيتفرجوا عليه، وفي كذا سكاوت او كذا يعني كشاف لاعبين نادي الترجي شافوه عرضوه هناك، وهناك حابين هم يتعاقدوا معاه. فطبعا وولتر بواليا واحد من النجوم الافارقه اللي افرزهم الدوري السنه دي، واكيد هيبقى خطوته الجايه
اكبر بكتير كاسما من اسم نادي الجونه. عامه انا بشكركم شكرا جزيلا طبعا لتواجده معايا، وبشكر كل الناس اللي سالوني كل اسئله في اللايف، وكامل احترامي لكل وجهات النظر سواء اللي بيختلفوا معايا او اللي بيتفقوا معايا. انا ما عنديش ادنى مشكله وما بزعلش خالص من الكومنتات السلبيه، وبقولها دايما ما عنديش ادنى مشكله، لكن طالما هي اتقالت بالفاظ لائقه والفاظ طيبه انا ما عنديش مشكله. طالما حتى عايز تنتقدني ما عنديش اي ازمه وما بزعلش. الناس اللي عارفيني طبعا انا بتواجد في تويتر، ربما في الست شهور الاخيرين متواجد في تويتر اكتر من انا متواجد في الفيسبوك، انا ما بزعلش من النقاش وما بتقمص، فعنديش ادنى مشكله خالص مع التعليقات النيجاتيف او التعليقات السلبيه. وكامل احترامي وكامل شكري كمان لكل الناس اللي بيخشوا مجرد بس يخشوا اللايف عشان يدافعوا عني، ده حاجه طبعا انا بحترمها جدا، وليكم مني كامل تحياتي للنقطه دي. شكرا جزيلا ليكم، وان شاء الله اشوفكم اكيد النهارده عندنا ترند مهم جدا في تحليل مباراه الزمالك وحرس الحدود، مباراه يا قاتل يا مقتول بالنسبه للحرس، لا يقعد في الدوري لا يهبط بعد هذا الكم من السنين في الدوري الممتاز. فان شاء الله ترند يلا كوره ماتش الزمالك والحرس بالليل باذن الله على يلا كوره ويوتيوب يلا كوره وصفحه يلا كوره على فيسبوك. شكرا جزيلا، كنت معاكم كريم سعيد.